والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد أتكلم عن نقطتين أو موضوعين. الموضوع الأول موضوع المولد والاحتفال بالمولد كما يؤصل له الصوفية كالركيني دجال الكلاكلة وكهذا المجرم المدعو محمد المنتصر الإزيرك وغيره من الصوفية. قالوا الاحتفال بالمولد بجوز، مطلعين مطويات وكتيبات وزعال الناس في الشوارع، وكذلك التلفزيون والراديو، كثير من القنوات إلا من رحم الله مفتوحة لهؤلاء الدجالين المجرمين ليضللوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويحرفوهم عن الصراط المستقيم. قالوا الاحتفال بجوز بالمولد، وقالوا عندنا أدلة كدنا في الوريقات دي. قالوا الدليل الأول، ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته، قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا ده الدليل على الاحتفال بالمولد اللي هو الرقيص الحاصل في ميدان الخليفة ومدرمان، والرقيص والديسكو الحاصل في السجانة في مول البحر المزاد. قالوا الآية دي الدليل على جواز الرقيص. أيوة ده رقيص، ده ما مولد، الشيء الحاصل ده رقيص، رقيص رجال ونسوان كمان، ولا أنا قاعد أجيب من الخيال؟ الواقع خير دليل عند الجماعة دي، ده موجود الآن قدام الناس. الآية دي بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن وبالسنة فبذلك فليفرحوا، بالقرآن وبالسنة ما فيها مولد أصلا الآية دي. ولو كان مقصود الآية أفرح بمولد الرسول لما كانت دليلا على جواز الرقيص والاختلاط بين الأولاد والبنات، عرفت؟ والصوفية والنساوين والدجالين والدراويش ما كان دليل لهم أصلا، لأن القرآن عمره، القرآن لا يبيح الاختلاط، القرآن لا يبيح اختلاط الرجال بالنساء، لا يبيح الدجل، لا يبيح الشعوذة، لا يبيح البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد أي مردود على صاحبه غير مقبول. الرد الثاني، الآية دي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، قرأها النبي عليه الصلاة والسلام فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ونزلت عليه أول زول نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكثر زول فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام ما عدا ما عمل احتفال بالمولد، مع انه المولد حقه هو، ما عدا ما جاب له نوبة، مع ان الجلد كان موجود والتيوس موجودة والغنم موجود والحمير موجودة، ممكن يجيب لهم اقرب جلد ينشفوه يعملوا نوبة، ما عملوا مع وجوده ومع امكانية صنعه، ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل نوبة ولا عمل له مولد، ولا حصل شفنا ولا سمعنا ولا قرينا في اي كتاب من كتب السيرة ولا الاحاديث النبوية ولا باسناد ضعيف ذاته، ما حصل قرينا ان الرسول لما الصحابة دي الطريقة الابوبكرية ودي الطريقة العمرية ودي الطريقة العثمانية ودي طريقة علي بن ابي طالب ودي طريقة ابي هريرة، كل زول عمل له خيمة وغلط نصه زي ما عاملين الصوفية الليلة لامين النسوان ويرقصوا والنسوان زغرت اليوم. اجبت البرهانية، برهانية بألمانيات من ألمانيا، ألمانيات من ألمانيا لابسات متبرجات بيجوا هنا ماشيين مستعرضات في شارع السجانة لحد السوق الشعب الخرطوم لحد الوسم والمعبد بتاع محمد عثمان عبد البرهاني، احتفالا وحبا في المصطفى، حبا في المصطفى، ألمانيات حبا في المصطفى، اختراق حبا في المصطفى،
رجيس ودنوكة وشرك بالله فوق ذلك واكبر واهم من ذلك شرك عديد. محمد عثمان عبد البرهان المجرم الهالك في كتابه شراب الوصل قال اجود على ام لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. وفي نسخة اخرى قال اجود على ام لترحم طفلها ورحمة رب الكون من بعض رحمتي. تلاقى الكفر غيره. قال جبريل عزراء وميكالو جنودي في التصريف هم تحت امرتي. الملائكة مع انه ما في ملك اسمه عزرائيل لكن قال جبريل وميكالو اسراف وعزراء جنودي في التصريف هم تحت امرتي. شو هذا المجرم كيف؟ والله اذا كفر كفر حسب ما نقل القرآن والسنة ابليس ذاته ما قال كفر زي ده. حتى ابليس ما قال كفر زي كفر الصوفية بيقولوا الليلة. اذا كان يجيبوا محمد المنتصر الازاري قال كلب المجرم في التلفزيون يقول غير الله بيخلق. غير الله بيخلق. وربنا قال الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. الله قال انا براي بخلق. محمد المنتصر الكلب قال غير الله بخلق. وده الفاتح اللي التلفزيونات ناس حسين خوجلي اسأل الله عز وجل انه نزل جنومه دي يسيح عليه وعديك. عرفت كلامي؟ وينتهي منه مرة واحدة ويجعله فقير وزليل وحقير لانه زول فاتح الاذاعة القناة بتاعته التلفزيون بتاعه قناة امدرمان فاتحة اكبر باب للكفر ولتأصيل الشرك ولتضليل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السودان. ودينا صار سنة الأول ديل ذلك الضفدع البكوري بجايدة تابع للمركز العام جماعة صار الحلقة لي عندها إعلانات ملصقة لليلة اسمها تقيم جماعة أنصار السنة المحمدية المركز العام الحلقة العلمية بالثورة الحارة 17 الحلقة بتاعت الجماعة ديل ديل الله قدام غنى سمع غنى شنو؟ ها؟ الاستجابة. والله قدام إذاعة وقدام مجلة وقدام مركز عام بتجيب مليارات مليارات الجنيهات. شغالين بيقولوا عندهم دعاية قالوا للشمس بالشطة في القناة بتاعتهم. والصوفية شغالين شرك في إذاعة الكوثر وقناة ساهور شرك عديل. ابو لهب ذاته ما حصل قدر ده من الشرك بتاع الصوفية اللي بيأصلوا في القنوات الليلة ناس محمد المنتصر وزاعة الكوثر وقناة ساهور دول شغالين دعاية شاي باللبن وشاي الصباح في القنوات بتاعتهم ما تكلم التوحيد. واخرات المجرم ده ذاته المجرم ده ذاته سب الصحابة وقال الصحابة دارين الدنيا. الصحابة اقتتلوا من اجل الخلافة ومن اجل السلطة ومن اجل الحكم ومن اجل الملك. وما في شيخ واحد من الدكاترة الدلاليب التابعين لهم ديل قادر ينكر ولا يقول لي اتق الله ساكت كده ما في ولا برسالة في الموبايل ما في دلاليب قاعدين خلى حلقته كانت مصابرين وقفة قال يا داقر الجماعة ديل عنده ميكروفون واحد قال موجه لنا والله ما تقدر تغلب الحق ما تقدر تغلب الحق ابدا ما تقدر تغلب الحق. واي عربية شغالة بنزين اذا بنزينها قطعة بتجيب كلامي ده هو فاهمه. والدراويش الثلاثة انفار الوراو ديل احمد سجم وبتاعه ديل كلامي ده فاهمينه كويس. هو شغال بحق بكاش ده ما بيستمر اصلا ما بيستمر. شكيل الانبياء كلهم قالوا وما اسألكم عليه من اجر كل الانبياء ان اجري الا على رب العالمين. لكن لو شغال بقروش ايا كان شغال بقروش اذا اتوا برضى واذا ما اتوا ما برضى ده ما بيستمر لقدام. هو الدار السلطة هو الدار الدنيا هو الدار الخلافة هو الدار المال ما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. شفت كيف؟ الموضوع الثاني سفر الصوفية ال 12 اللي هم الشياطين ال 13 سافروا امريكا خلاص معاهم الطرحة الازاري ومعاهم ود الكباشي خليفة الكباشي وخليفة المكاشفي اظنه
والبروي الصغير والبدر وسجم رماد مشوا قالوا أوباما مبسوط مننا. أحمد المنتصر لذلك في صفحته الشخصية قال في الفيسبوك، واحد أنا ما قاعد أخش هناك أصلا، واحد صوره رسل لي قال الصوفية إلى أمريكا، هو كاتب كده في صفحته ذات صوفية إلى أمريكا، قال هل من دور جديد للتصوف على المستوى الإقليمي والعالمي؟ لا لا لا، هو دور قديم للتصوف الكفري والشرك بالله، ده دور قديم جدا، لأنه أوباما ده لما دعاك لأنه عارفك عاطل وعارفك داعية شرك وعبادة لغير الله، لأنه ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. أوباما ده شنو؟ أمريكا دي الخلافة الراشدة؟ يا أحمد المنتصر يا بليد، أمريكا دي الخلافة الراشدة؟ أمريكا دي شنو؟ أمريكا دي شنو؟ أليست هي رأس الكفر وأم الشرك في الكرة الأرضية، وهي قاعدة تكتل المسلمين في جميع بلاد المسلمين الليلة، وتحدث البلايا والفتن، وتدعم الشيعة وتدعم النصيرية من بشار الأسد وغيرهم لقتل أهل السنة من المسلمين؟ مش ده أمريكا ولا غيروها؟ ولا غيروها أمريكا؟ أوباما قال أنا مبسوط جدا من شيوخ الطرق الصوفية بالسودان. لا، لأن أوباما بيعبد غير الله، بيعبد عيسى، وشيوخ الصوفية بيعبد البري والكباشي والبدر، وبيعبد المكاشفي والصابونابي والصائم ديما، وبيعبد الحلاج ومحي الدين بن عربي وابو يزيد البصامي، بيعبدوا غير الله من الفسقة والفجرة، زي ما قال محمد عثمان المرغني، قال مريدي، قال تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة، وإن كنت في هم وكرب فقل يا مرغني أنجيك من كل شدتي. شرك شرك، لكن أوباما أقل شركا ممن يعتقد هذه العقائد، أعني العقائد الشركية التي يقولها كبار الصوفية، كبار الصوفية، لأنه ذاك بيعبد له النبي ورسول عيسى بن مريم، وذاك بيعبد فسقة وصعاليك، فسقة وصعاليك، وأي كلمة هنا عندنا لا أدلة من كتبهم. هسه أجيب لك الطبقات الكبرى للشعراني، أكبر شماشي في أمريكا ذاته ما يقدر يحصل الصعلقة بتاعت الصوفية الموجودة في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. شفت كيف؟ أوصل الأخوة جميعا لضرب الصوفية بيد من حديد، بالعلم، بالكتاب، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وضرب هؤلاء الحزبيين، ضرب هؤلاء الحزبيين، ده بتاع المركز العام وبتاع الإصلاح الليلة شغالين مع السرورية، والنائب الأول بتاعهم بتاع الجماعة بضبط كفيري محمد الأمين إسماعيل سراري تابع جنى عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم، أمارة سيد قطب أخزاه الله تحت التراب. أنت كلامي؟ ده كلهم منتهين، صار سنة غيره وأشباههم برضو. الشفتة ظهروا لنا كلهم أربع أنفار ديل. مصادمة أهل البدع ما واجبة، واجبة. دو عينك واجبة. دو عينك واجبة. لما ردنا عليه أخونا أبو بكر رد عليه بالكتاب، والأخوان ردوا عليه في الحلقات، قام قال طلع له شريط. شريط قال درد عليكم، وتبعوا بعض الشباب عندهم اهواء وما في نفوسهم، طلع له شريط وقال قال لا انا ما قاصد وانا ارى الوجود، ده باطل. شيخ عبيد الجابري قال اي زوج باطل ما لم يتب من الباطل، حتى لو قال حق حق عدل ثاني، وجاب له كلام شيخ ربيع وكلام فلان وكلام العلماء الكبار، ده على باطل، لانه ما تاب من الباطل. يا ناس افهموا، ربنا قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. واذا الحكايه بقت انه يقول باطل، ما هو كلام مصادمه على البدع ما واجب، ده باطل ولا ما باطل؟ باطل، ده ما تاب منه وغيره ما تاب منه. لكن نمسك دي بس مثال ليس للحصر، زول ما تاب من الباطل حتى لو جاب حق، عرفت كلامي؟ ما بنتابعه لحد ما يتوب من الباطل. الله قال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. اديك مثال، البرا عنده ديوان اسمه رياض الجنة، انا بقول الامثلة دي لان في ناس ذاته من بعض الشباب الله ما ادهم فهم زي الناس، ما لهم، عرفت كلامي؟ البرا ديوان رياض الجنة ونرد جنة، ده معروف انه ده كتاب الكفر، دا
ده كتاب الكفر، ترتبك كافر اعتقد الكتاب ده بتمشي جهنم. انتهى البرنامج. ليه؟ لانه قال في كربك انده بدغيثك تنده، لانه قال انابا خب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله اسماعيل. قال خلي الله ونادي العبيد دي. لكن في الصفحات الاولى في نفس الكتاب قال حد، قال يدعون من لا يسمعون دعاءه، يذرون من يحيي العظام رميمة. قال في ناس عندهم شرك، قال يدعون من لا يسمعون دعاءهم، يذرون من يحيي العظام رميمة. ومشى هناك قال باطل، إنما خب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وهنا قال حق، عشان قال حق نمسح الباطل، لا بد يتوب من الباطل. عرفت انت الحتة دي؟ فما يلبس عليك في شباب ما فاهمين دينه، شباب لسه ما فاهموا منهجه. ابو سجمان وابو رمضان يا اخي يكفي انه المتابعين، انا كلام ده مضطر اقوله، مضطر اقوله في الحته دي. عرفت كلامي؟ لسبب الشباب البارود ده ذاتهم الثلاثه انفار ديل الثلاثه، واحد صوره بالكاميرا دي ولا ديك ما عارف، قال ابو سجمان ده على باطل وبرضه مش تابعه. الثاني كتب في الكراس ووقع كتب في الورقه قال الزول ده على باطل. الثالث سالناه ونحن بشهود قال ابو سجمان ده على باطل. عرفت كلامي؟ موجودة مسجلة التلاتة، مش بيقول حوار الليل. وذاك السجم الكبير ما تاب من الباطل، ما تاب، بقيت لولو أرى الوجوب وأرى الوجوب ترى الوجوب، لكن نرى إنه عندك باطل قديم قدر ده ما تبت منه. أفهم أنت الحتة دي؟ خلاص. وده السبب اللي خلانا ما نرد عليه تاني، لأنه شيخ ربيع قال إذا ثبت لك أن رجلا، أن هذا الرجل يعني رجل معين صاحب باطل وصاحبها، ورددت عليه وبينت تحت الباطل المسلمين، وثبت لك انه لا يريد الحق، قال فاتركه خليه. عرفت كلامي؟ انا في سرور له 6 سنة تابع لعبد الحي يوسف الشيبي ده، عرفته؟ برسل لي هنا في الموبايل 6 سنة شبهات ورسائل، ما حصل يوم واحد ردد عليه. بتعرفوا اسمه؟ تعرفوا اسمه؟ هسه انتهى وبباح فات، انتهى خلاص. فما يزول بيرد عليه، ما اي زول بيرد عليه، والله الرجل ده على باطل، واصحابه ده اصحاب هواء، لانه كلهم قالوا على باطل، وبرضه تابعوه، ثاني هوى اكثر من كده كيف؟ عرفت كلامي؟ فده ضد حلقتنا، وده برنامجنا توحيد، والحمد لله برنامجنا ما غيرناه، لكن ده يقول ما واجب، لما ردمناه قام بقى يسجلوا له، كلم في البرعي، البرعي بتاع شاهد جغمي ابو سجمان للبرعي، شاهد والسمع الى جغمه للعريفي. عرفت كلامي؟ الا بالنسبه تفر دعوتنا هذه واضحه ما تغيرت من سنه تريس، لا 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 نفس الكلام، برعي مسجم، مكاشف مرمد، يا نفس كلامنا ونفس المنهج السايرين عليه. فما تتلون يا شاب. حذيفه بن اليمان قال اياك والتلون في دين الله، فان دين الله واحد. وما يغلبنا رد عليه، ردينا على ناس اضل منه واكبر منه، هواري والسجم البجاي ده، وكلهم ردنا عليهم ما بيغلبنا ده، لكن ده ما يستحق الرد لانه صاحب هوى. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.